اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام والصحف العربيه والعراقيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. تهديدات ترامب تنهي حصار السفاره الامريكيه في بغداد على العربي الجديد. وفي العرب، السفاره الامريكيه في بغداد تعلق كافه العمليات القنصليه حتى اشعار اخر. وفي الشرق الأوسط، فرنسا تتضامن مع أمريكا وسفارات تفكر في نقل أنشطتها من بغداد إلى كردستان. وفي القدس العربي، أنصار الحشد ينسحبون من محيط سفارة أمريكا، وعبد المهدي يتعهد بإخراج القوات الأجنبية. وعلى الزمان، تحذيرات من أزمة دبلوماسية تضع العراق في أتون صراعات إقليمية ودولية. وفي العرب، حكومات بغداد عاجزة عن منع المواجهة الأمريكية الإيرانية في العراق. هيئة علماء المسلمين، الكشف عن مخطط إيراني لإجهاض الانتفاضة العراقية الشعبية. علقت صحيفة العرب اللندنية على تراجع التظاهرات التي يقودها الحشد الشعبي أمام السفارة الأمريكية في بغداد بعد حضور نخبة من قوة المارينز الأمريكية من قاعدتها في الكويت، مما اضطر قيادة ميليشيا الحشد إلى إعلان الانسحاب. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن انسحاب ميليشيا الحشد لم يكن طوعيا كما روجت أو احتراما لقرارات الحكومة العراقية، وإنما كان فشلا إيرانيا جديدا في إخماد الانتفاضة العراقية عبر محاولة خلق فوضى بعد اقتحام السفارة الأمريكية. الصحيفة قالت إن الفيديوهات المسربة لمحاولة اقتحام السفارة الأمريكية فضحت مهادنة القوات العراقية لميليشيا الحشد بحضور نائب قائد القوات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يار الله. وأظهر تسجيل الفيديو المسرب كيف كان يار الله يتوسل للمهاجمين بالاكتفاء بما فعلوه من حرق وتخريب، وذلك في تخل عن التزامات الحكومة العراقية وفقاً لبنود الاتفاقية الاستراتيجية مع واشنطن. ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي تعامل مع الأحداث بالتزام كامل مع طهران ووكلائها، رافضاً الإفصاح عن التورط الإيراني في هذه الأحداث، وهو يعلم جيداً التداعيات الخطيرة لتدهور علاقة بغداد بواشنطن أمنياً واقتصادياً واحتمالات عودة العراق إلى العقوبات الدولية، فيما إذا عزمت الولايات المتحدة الدخول في هذا السيناريو. وأضافت الصحيفة أن عبد المهدي حاول القفز على عدم قدرته في التحكم بالميليشيات، مدعياً بأن العراق يريد أن يكون هناك تفاوض وتهدئة ليبعد خطر الحرب عنه وعن الجميع، في وقت هادن فيه الميليشيات الإيرانية وهي تقتل شباب الانتفاضة وتخرب علاقة البلد بمحيطه العربي والدولي. ووصف مراقبون محاولة اقتحام مبنى السفارة بالمحاولة الفاشلة للإجهاز على الانتفاضة الشعبية التي صمدت منذ 90 يوما في مسعى لتمرير مرشح لرئاسة الوزارة يلبي الرغبات الإيرانية. وختمت الصحيفة في القول إن انتهاء محاولات اقتحام السفارة الأمريكية يعكس فشل السيناريو الإيراني وعدم تمكن الميليشيات الموالية لطهران من خلط الأوراق وإجهاض الانتفاضة الشعبية في ساحة التحرير والميادين في المحافظات سوى منتسبها، كذلك الوسطى والجنوبية حيث لا تمتلك تلك الميليشيات حاضنة. نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا حول حادث محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وصفة ما تعرضت له واشنطن بأنها يوم مهين، وفيما اتهمت القوات الأمنية العراقية بالتواطؤ في الحادثة. قالت الصحيفة إن الهجوم على السفارة الرئيس يعني وصفة ما تعرضت له واشنطن بأنه يوم مهين، فيما اتهمت القوات الأمنية العراقية بالتواطؤ في الحادثة، إذ قالت الصحيفة أن الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد يظهر إخفاق الاستراتيجية التي تتبعها إدارة الرئيس ترامب تجاه إيران.
الصحيفة قالت في تقريرها إنه في يوم مهين لواشنطن حاصر المئات من مؤيدي الميليشيات الشيعية العراقية، والكثير منهم يرتدون الزي العسكري المجمع الأمريكي، وحطموا ما وجدوه في طريقهم إلى عدة غرف استقبال، مشيرة إلى أنهم أشعلوا النيران وألقوا النار على الأبواب وألقوا الطوب على الزجاج المضاد للرصاص. وأوضحت أن العملية تمت بتواطؤ واضح من قوات الأمن العراقية التي سمحت للمتظاهرين بالدخول إلى المنطقة الخضراء المحمية للغاية. وأضافت الصحيفة أن قوات الأمن التي لم تتوانى في السابق عن إطلاق عبوات الغاز لمهاجمة جماجم المتظاهرين المعارضين للنفوذ الإيراني في العراق وقفت دون اكتراث تشاهد إطلاق عبوات المولوتوف على السفارة الأمريكية. وتضيف الصحيفة أن السفير الأمريكي كان في عطلة ولهذا لم يتعرض للمهانة المصاحبة لضرورة الهرب بالطائرة المروحية من أعلى سطح المبنى، ولكن الهجوم أظهر للعيان بصورة جلية ضعف الولايات المتحدة بعد إنفاق نحو تريليوني دولار في العراق. ولفتت الصحيفة إلى أن سياسة إدارة ترامب المعلنة هي التعامل مع أي هجوم على المصالح الأمريكية من جانب الوكلاء الإيرانيين على أنه هجوم من جانب إيران نفسها. الصحيفة البريطانية أشارت إلى أن احتمال نشوب صراع متزايد بين القوات الأمريكية والوكلاء الإيرانيين في العراق يلوح في الأفق، ويبدو أن سياسة إدارة ترامب المتمثلة في رفع العقوبات والضغط الاقتصادي على طهران لم تحقق سوى القليل من النتائج في العراق من النتائج الدبلوماسية، وكذلك الضغط الاقتصادي على إيران قوي جدا، وكذلك أدت إلى انخفاض العلاقات مع العراق. نشر موقع بوليتيكيو الأمريكي مقالا للكاتب نحال توسي يقول فيه أن الهجوم على السفارة الأمريكية في العراق يثير أسئلة حول ما إذا كانت الجهود الأمريكية لاحتواء إيران تأتي بنتائج. ويشير الكاتب في مقاله في إشارة إلى النتائج العكسية التي ذكرها في مقاله أن الحملة أقصى ضغط ضد إيران تقع تحت ضغوط قصوى بعد أن حاول المحتجون اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد يوم الثلاثاء، فيما حمل النقاد الرئيس دونالد ترامب مسؤولية الفوضى لتركيزه على تدمير النظام في إيران. نتابع. الكاتب ينقل عن مسؤولين أمريكيين سابقين ومراقبين للشأن الإيراني قولهم إن سياسة العقوبات القاسية على إيران ترتد سلباً، وأضافوا أنها كانت قاسية من ناحية العقوبات الاقتصادية والردع العسكري دون وجود رديف دبلوماسي، ولم تركز على الدول الأخرى التي وجدت نفسها وسط النزاع الأمريكي الإيراني، مشيرين إلى أن ترامب ومساعديه أرسلوا رسائل متناقضة حول ما يريدون تحقيقه من السياسة تجاه إيران التي تراوحت من تغيير النظام إلى محادثات نووية ضيقة في منظورها. ويورد الكاتب نقلا عن المسؤول السابق في البنتاغون ووزارة الخارجية أثناء إدارة باراك أوباما إيلان غولدنبرغ قوله إن السياسة غير فاعلة لأن الإدارة ليست لديها فكرة حول كيفية تطبيقها وماذا تريد منها، هي ليست حتى استراتيجية ضغط أقصى بل هي سياسة أقصى ضغط. ويرى الكاتب أن الهجوم يأتي بعد شعور الإدارة أن سياستها نحو إيران بدأت تثمر، ليس لأنها أفرغت خزينة الدولة الإيرانية بل للتظاهرات في العراق ولبنان وكذلك في إيران التي كشفت عن تعب شعبي من التدخل الإيراني في شؤون المنطقة. ويستدرك الكاتب بأن الميليشيات الموالية لإيران كانت على ما يبدو راغبة بالاستفادة من تلك اللحظة. ويذكر الكاتب أن نقاد ترامب رأوا أن النظام يسيطر على الأراضي وكذلك
قمع المتظاهرين، مشيرا إلى أن السيناتور روبرت مينينديز الديمقراطي عن نيوجيرسي علق قائلا على نتائج سياسة أقصى ضغط هي التهديد على الملاحة البحرية، وكذلك جرأة وعنف من الجماعات الوكيلة لطهران في الشرق الأوسط وقتل مواطن أمريكي في العراق. الهجوم الأمريكي على معسكر تابع لإيران تديره ميليشيا حزب الله العراقي في مدينة القائم على حدود سوريا جاء في الواقع متأخرا للغاية. مشاري الدايدي يرى في صحيفة الشرق الأوسط أن الهجوم ليس متأخرا في الرد على سلسلة هجمات صاروخية من كوادر هذه العصابة الإيرانية العراقية على أهداف أمريكية في العراق، لكنها رد متأخر على حصيلة سنين من التغول والتسرطن على العراق. ذكر أين أيضا هو رد متأخر على حصيلة سنين من التغول والتسرطن الإيراني في العراق في ظل النفوذ الأمريكي والعسكري والسياسي على العراق. نتابع. الرد الأمريكي الذي أوقع عشرات القتلى من عصابة حزب الله العراقي وخبراء الحرس الثوري الإيراني بالصواريخ الباليستية، كما سقط فيه الرجل الثقة لدى سليماني وهو أبو علي الخزعلي. هذا الرد على تأخره أخاف كل عصابات الحشد ورموزهم السياسية، وفي مقدمة الرموز السياسية عادل عبد المهدي نفسه. عبد المهدي ندد وغضب وهدد الأمريكان ولم يعرج أبداً على عشرات الهجمات الحشدية على مواقع أمريكية عسكرية ومدنية في العراق. ردود الفعل الأمريكية على هذا النفاق السياسي العراقي تراوحت بين الاندهاش والغضب، غير أن الدفع الإيراني بأتباعها في العراق للتفرد بالعراق دون أمريكا وصل إلى مرحلة صريحة، حيث تمكن المحتجون المشاركون في موكب تشييع مقاتلي كتائب حزب الله 25 الذين قضوا في الغارات الأمريكية من عبور جميع حواجز التفتيش من دون صعوبة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين. وشارك عدد من أبرز قادة الحشد الشعبي في الاحتجاجات، بينهم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ونائبه أبو مهدي المهندس وزعيم فصيل عصائب أهل الحق قيس الخزعلي. هذه الأسماء المذكورة هم حكام العراق اليوم ومن يقمع العراقيين ويقتلهم في الشوارع. وبحسب الكاتب فإن الدرس الحقيقي من كل هذه التطورات الأخيرة هو أن حكام طهران وعصاباتهم العميلة في ديار العرب يفهمون الحوار ضعفا والقوة ردعا حقيقيا. برفضه مرشح تحالف البناء لرئاسة الوزراء ألقى رئيس الحالي برهم صالح حجرا في مياه مضطربة أصلا، فاشتد اضطرابها وتعاظم عصف الرياح المخيفة المحيطة بها والهابة من الجهات الأربع. عبد اللطيف السعدون يقول في صحيفة العربي الجديد إن وكلاء إيران يعرفون أن مجيء رئيس من خارج الكابينة التي يتحصنون بها ربما يقضي على تسلطهم وربما يؤدي أيضا بأحلامهم المريضة، ولذلك هم على استعداد ليقاتلوا من أجل الاحتفاظ بهذا الموقع وعدم التفريط به. اللافت أن المنظومة السياسية الحاكمة التي بدأت تتفكك على وقع استمرار الحراك الشعبي وتصاعده حاولت بعد خطوة الرئيس صالح أن تلتقط أنفاسها لتعيد توحيد صفوفها، ولكن هناك من يتوقع أن تسهم المجابهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران والتي اتخذت من الأرض العراقية مسرحاً لها في اشتداد الصراعات داخل المنظومة نفسها. يبقى موقف طهران التي يشكل العراق مكمن الخطر بالنسبة لها، وخسارتها له تعني خسارتها الإقليم كله، لكنها لم تعد تملك الكثير مما تستطيع فعله لنجدة وكلائها، فهي عملياً غارقة في خضم مشكلات اقتصادية وسياسية تهدد تركيبتها الحاكمة،
وقد عادت حركة الاحتجاجات إلى شوارعها على الرغم من القمع الذي تسبب في مقتل وإصابة الآلاف. وفي ساحاتها الخلفية استجدت ظروف وأحوال أضعفت من قدرتها على التحكم والسيطرة، وهي مضطرة إلى الانكفاء قليلاً تاركة لوكلائها التصرف. يبقى أيضاً موقف واشنطن التي تبدو مطمئنة إلى قدرتها على استثمار ما يجري لصالح مخططاتها، وبينها وبين العراق اتفاقية أمنية تتيح لها التحكم والتدخل متى شاءت لحماية مصالحها. أكثر من ذلك، تبدو مطمئنة لولاء رجالها ولإمكانية صد الخصوم وتحجيم دورهم. الكاتب يرى أن الانتفاضة هي وحدها من تمتلك صفة النجوم الخمس في المعادلة العراقية الماثلة، على الرغم من مفارقات الحال وبروز سيناريوهات مفخخة وقابلة للانفجار في أي لحظة، وثمة فرص لمفاجآت قد لا تخطر في البال، وما علينا سوى الانتظار، وهو انتظار مقلق في كل الأحوال. منحنا العراقيون خلال انتفاضتهم أراقنا كثيرا من الدروس الجميلة التي تستحق التوقف. ياسر الزعاترة يرى في صحيفة العرب القطرية أن الدرس الأكثر وضوحا هو درس البسالة التي سجلها المتظاهرون، ذلك أن النزول إلى الشارع والعودة إلى البيت بسلام لا يبدو مهمة سهلة أمام أناس يذهبون إلى ساحات الاحتجاج ولا يدري أحدهم هل سيعود إلى بيته أم لا، فضلا عن بسالة النشطاء الذين تم استهدافهم بالخطف والتعذيب والقتل على نحو رهيب، لكن زملائهم لم يتوقفوا عن متابعة المسيرة. إن الدرس الذي قدمه لنا العراقيون كان أكثر روعة ودلالة، وإن سبقهم السوريون الذين هتفوا بداية الثورة واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد، وهو ذاته الدرس الأهم في عموم الربيع العربي، ممثلاً في أن ها هنا شعباً يريد الحرية والعدالة للجميع وليس لفئة دون أخرى. العراقيون الذين احتجوا وأكثرهم شيعة كانوا يحتجون ضد فساد من رموز شيعة، ما يعني أنهم كانوا يطلبون العدالة لهم ولكل أبناء الوطن، وأعلنوا بكل وضوح أن اللص هو اللص سواء أكان شيعياً أم سنياً أم كردياً أم من أي دين أو مذهب، ورأوا كيف تحول فقراء إلى أثرى الأثرياء من دون أن يعودوا على عموم الشعب بغير البؤس والدمار. لقد قال العراقيون البواسل بالفم الملآن إن الفساد هو الفساد والفاسد هو الفاسد. وإذا كان العرب السنة قد تخلفوا عن منظومة الاحتجاج على النحو المطلوب، فقد كان ذلك إدراكاً منهم لحساسية الموقف وإمكانية استغلال ذلك للتخريب على أهداف الانتفاضة، فضلاً عن أن الميليشيات التي تطارد المحتجين ستكون أكثر بشاعة في ردها وستبرر ذلك على نحو طائفي، ما يعيد البلد إلى دوامة الموت والدمار من جديد. الكاتب يختتم بالقول إنه في أي حال من الأحوال فقد قدم لنا العراقيون هذا الدرس الأكثر بلاغة، وربما ذكرونا به بتعبير أدق، لأن الحرية والعدالة للجميع هي جوهر الربيع العربي. شكرا للعراقيين البواسل الذين منحونا أملا جديدا لم يغب عمليا، وهو يتجدد بين حين وآخر، وسيواصل التجدد حتى تحقق أو تحقق شعوبنا أهدافها النبيلة. ابتكرت شركة بوش الألمانية نظاماً لمراقبة ركاب السيارة يهدف لرفع درجة السلامة والأمان وزيادة سبل الراحة. وأوضحت الشركة أن نظام المراقبة المعتمد على الكاميرات يركز في المقام الأول على قائد السيارة ويراقبه عبر كاميرا مثبتة في المقود، ويعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي. وبحسب الصحيفة صحيفة الخليج الإماراتية، فإن النظام سيتمكن من اكتشاف تعب قائد السيارة أو تشتت انتباهه، ومن ثم يقوم بتحذيره لكي لا يقع في مواقف تشكل خطرا على حياته
وحياة الركاب، كما أنه يقوم في حالات الضرورة بخفض سرعة المركبة. كذلك يقوم النظام أيضا بمراقبة الراكب الأمامي وركاب المقاعد الخلفية بواسطة الكاميرات إضافية مثبتة بالقرب من مرآة الرؤية الخلفية، حيث تسمح التقنية بتعديل حزام الأمان والوسائد الهوائية بما يناسب الموقف الحالي للركاب. ويمكن للنظام التعرف إلى أكثر من قائد للسيارة وتحديد برامج تشغيل مختلفة والإعدادات المفضلة لكل قائد بشكل أوتوماتيكي، مثل ضبط المقعد أو المقود أو نظام الصوت. كما تتيح التقنية أيضا التحكم في وظائف السيارة بالإيماءات. نشاهد الوجه الآخر لحرية التعبير. إلى صدى أقوام جديد، نلقاكم في أمان الله.